تاني حاجة ضعف التواصل، دي بقى مشكلتنا احنا صراحة كلنا. أنا أرى حقيقة إن المشكلة كبيرة أساسية عندنا كنساء، وطبعا كرجال في الوطن العربي ما شاء الله علينا احنا ما بنعرفش نتكلم، ده حقيقي، ولو اتكلمنا ما بنعرفش نعبر عن الصميم الداخلي اللي جوانا. تبقي بتحبي على فكرة وعاشقة وتيجي تتكلم، يا اما تعيطي تلخبطي له الفصين بتوعه يتبلبل، يا صوتك يعلى، والله العظيم الف مليون في الميه انت عندك حق، وما في حاجه بتقوليها ولا في زوجه مره جات لي وهي اللي غلطانه، بس اسلوبها في طرح المشكله هو الغلط. فاعملوا ايه بقى رجاله ذكيين؟ اعملوا ايه؟ يسيبوا المشكله. شفتي؟ قلتي ما كانت عيوطه جايبك بقى على طول، اعمل لي انا ايه في الدموع دي؟ ها؟ فيسيبك، لانه ما بيعرفش الرجاله بتتبرجل عيوق دموع النساء. عليكم السلام. يا مرحبا. دموع النساء تبرجل عقل الرجال. ما تعرفش. اه ما حلو. عايزين نبرجله. نعم؟ تبرجل الله. تلخبط. تلخبط. خلطبيطة يعني. تلخبط عقل، ما يعرفش، ما يبقاش عارف يفكر في الفص اليمين ولا الفص الشمال. والصوت العالي، الصوت العالي كانه المخ الراجل بيبقى شايف الصوت العالي، عارفين ايه؟ زي كانك جايبه اسهم، كم شفت القنفذ والشوك بتاعه؟ جايبك اسهم كده وعماله تحدفي عليه، الصوت العالي عند الراجل بيمثله كده. احنا لما بنيجي نرسمها بنرسمها مدببات كده. كانك حاطه المدببات دي جايه عليه، هيعمل ايه؟ دفاع او يهاجم، فما توصليش لحد. طب نعمل ايه؟ ما تعيطيش، يعني اول حاجه ما تعيطيش، عبري عن اللي جواكي. احنا ما بنعرفش. عارفين الايموشن اللي بيبقى بتاع الواتس اللي بنبعته ده؟ احنا مش بنعرف احنا اي حاله منها، ممكن تكون الايموشن ساعدت شويه. يعني مثلا تقولي ايه؟ انا بقيت اكره زوجي ومش حباه وعايزه اتطلق. مش ده الحقيقي، صدقوني. الحقيقه انك واخده على خاطرك علشان هو ما خدش باله انك مسرحه قبطتين النهارده وعامله فيونكة ولابسه، فما شافش. انا خلاص مش انت ما بقتش تحبني. ليه؟ اصله علشان اتاخر مع اصحابه، كان صاحبه عايزه وكان راجل معاه فقام في موقف. او هو نفس الكلام، انت ما تروحيش عند اهلك تاني وما تعملش، ما تروحيش مع اصحابك واتاخرتي وبتاع وكذا. مش دي المشاعر الحقيقيه، المشاعر الحقيقيه اللي جواه البيت وحش من غيرك. انا ما اعرفش ادخل البيت وانت مش موجوده، نورين البيت. هو ده المعنى. فاحنا مش بنقول اللي جوانا صح. رقم اتنين، ما بنعرفش نقول ونعبر صح. طب محتاجين ايه؟ نعبر. مقولة عظيمة جدا اتقالت في افلام ومسلسلات، اكبر غلط وميديا اتعملت كده الجيل بتاع 20 30 سنة 40 سنة، الاهتمام ما بيتطلبش. مين قال كده؟ مين؟ ده بيتطلب والله يا حبيبتي. بيتطلب لأن الرجالة مش بتشم على ظهر ايه؟ ما بيبقوش عارفين انت عايزة ايه وبتاع. مالك؟ مفيش. طب ما اعرفش. اعرف لوحدك. اعرف منين يعني؟ لا ده كان مقطع السمك، يعني الشاطر يكلم. اه بيكلم بس ما يعرفش انت مالك. انت بالنسبة له صندوق مغلق. عبري، قولي. انا عايزاك وانت داخل تقول لي وحشتيني، انا عايزاك بعد الاكل تقول لي تسلم ايدك يا ست الكل، واولاده يشوفوا سمت الراجل سمت الزوج بيعمل كده. ليه؟ هيحاكوا. اطلع عيل في زوجته تقول الله يبارك لك، الله يبارك لها ام الزوج ده، شوف علمته ايه؟ شكرا. يبقى انا بعمل غرس تربوي وبعمل تعديل سلوك للكبير. قول. اصل لو انا قلت انه قول ما بتبقاش لا حد، بس هو يعرف. عارفين حاجه؟ المخ عباره عن صور زي الكاميرات دي. لما بنيجي نحفظ احنا فاكرين احنا بنحفظ الكلمات، غلط. احنا بنحفظ شكل الصفحه. والله انا فاكره ان كان في صفحه، كان في علامه هنا وهنا، صوره. فالمخ كله صور. عشان كده اقول لك ايه؟
اما تقدر ناس تمول وناس تشتري بلاش عينك تجيب كتير قوي، روحي على الحاجه المحدده، ما تحرقيش خلايا المخ. والناس اللي عندها احداث كتيره بتنسى كتير، عشان كده طول ما انت قاعده على الموبايل بصي عماله تعملي ايه؟ وبقى عندك قله تركيز، ده اللي الاولاد بيعانوه على فكره، قله التركيز. ليه؟ خلايا عماله تتحرك، صور 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 صور, صور في المخ. فانا عايزاكي تحطي صوره ثابته في مخ زوجك. ايه؟ قولي شكرا، قولي بحبك، قولي وحشتيني. انا باخد مضاد حيوي 4 مرات، فانت كل 6 ساعات تقولي كده بحبك بحبك بحبك. قول. هو هيتعود، تتحط خليه في دماغه اسمها زوجتي بتقول كذا، اسمها وانا بفتح الباب ببتسم السلام عليكم يا سلام ارحب بيك، وهكذا. يبقى ضعف التواصل اللي بيسبب مشاكل او يسبب حاجه، بصوا اسمها اسمها ايه؟ الخرس الزواج، كارثه. طلاق صامت، خرس زواج ده ناقوس خطر. يعدي يوم ما بنتكلمش، يعدي يوم ما حكيتلوش على اللي جوايا. المراه محتاجه كام كلمه في اليوم؟ مين تقول تقولها؟ يا هلا يا هلا. المرأة بتحتاج 25,000 كلمة في اليوم علشان ترتاح. 25,000 كلمة عشان تطلع. هقول لكم حاجة دلوقتي تحفة جدا. ولو ما طلعتش ال 25,000 كلمة هتحوشهم له تاني يوم 50,000. ده هو من مصلحته إنه يسمع. أعمل إيه؟ أنا ما بحبش أنظم. أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه عشان ما أجيش في وقت أنا فيه كاتمة نفسي ومحدش بيسمعني واحس بالوحدة واستنى صحبة زي دي الجميلة عشان بحب كده ابقى في وسط الخوات والنساء ونتكلم وحد فاهم دماغي نعرف نتكلم وناخده ونده. ده من احتياجات أساسية للمرأة. عشان كده أقول لو مفيش حد تتكلمي معاه افكري صحة صالحة، ما تسكتيش، ما تتوحديش، ما تجيش نقول تاخد دواء اكتئاب ونقعد تاخده سنة وبعدين تقعد عشان لأنه جدول عشان ويعدي الكيمياء مخ عشان تقلل منه لازم سنة أو 6 شهور وست شهور، صح؟ طب إيه الحل؟ 10 دقايق يا ابن الحلال من خلاصة كده. أنا عايزة منك كل يوم 10 دقايق فقط. أنا رحت أنا جيت أنا عملت أنا سويت، لكن ليكي يوم ملكي في الأسبوع عشان خاطري. اليوم الملكي مش شرط يعني بيبقى فيه احتياج لزوج زوجة على مدار الأسبوع مالهاش دعوة، لكن في يوم ملكي يشوفك فيه. قول له شايف ايه؟ ما تشوفوش. طيب ايه الجديد؟ ده الحصان ولا مش عارفه ايه ولا عامله ايه في ايديكي ولا يوم ملكي تشبعي نفسك عاطفيا. قول انا عايزه اسمع. ليه؟ عشان بقى في راوتر والراوتر داخل من كل مكان، واللي داخل يعمل اللي داخل يمدح واللي قال الكومنت ده تحفه جدا، انت جايبه الكلام العظيم ده منين؟ ده انت مش موجود، ده انت لولا حصافه المسلمين واحد بس حافظات للغيب بما حفظ الله ثم احفظ نساء المسلمين قولوا امين. تشبعي نفسك قولوا قول قول لما نيجي نقول ريمان اليف فاطمه تمام. عايزه اخليها في عقل زوجها. ريمان 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 ايه 10 دقايق اليوم الملكي خروجة الشهر كذا وانا داخل وانا طالع. ده نظريات علميه طبقيها. طيب دي اسباب، مين ربها؟ الله عز وجل. قلب زوجك بايد مين؟ يجيبهولك جرجره كده. جرجره احكي لكم قصه عن زوج مليونير تمام او ملياردير ماشي. قال والله هي كويسه مصالحه وزي الفل وكده بس انا عايزه اتجوز. طب يا عم هي مكسره هسيبها لنا سيبها لنا شهر نظبط لك الدنيا وبعدين نبقى نشوف. جه بعد اسبوعين قال انا مش هتجوز والله ما عملناش حاجه لسه. قال بصوا قال ايه؟ قال الصوامة القوامة عمرها ما رفضت لي طلب صالحة. ذكرت قصة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه لما طلق زوجاته نزل سيدنا جبريل قال له رد حفصة. طبعا عائشة كده كده مردودة رد حفصة إنها صوامة قوامة.
زوج تاني بعد ما تزوج راح قال لها راح. قلت لها ما تروحيش بقى اسمعي الكلام اللي هقولك عليه، هتلف وهترجعي. لا ما اقدرش يا ست، اسمعي كلام، اسمعي كلام بس. في شويه ست سبع اخطاء بتوع فيهم كده الزوجه مع الخبر ده، لفت وجت. اسبوعين ثلاثه كده، قعدت شهر بتاع، جالها جرجره. اوعي تكوني بتدعي عليا، انا عارف ان انت دعوتك مستجابه. قلب زوجك بايد مين؟ بايد مين؟ الله عز وجل. يجيبهولك جرجره بايه؟ يصلح حالك مع الله.